السلام عليكم، يا هلا بالغوالي. أريد أتحدث شوي عن دولة العراق بهذا الفيديو. هاي الدولة الوحيدة اللي تحملت كل شيء من ناحية الحروب ويا داعش، ومن ناحية الحكومة من الحرب العالمية الثانية لهذا اليوم احنا ما شفنا خير، بس كل قتل وسلب ونهب وفوق وبوق وفساد. أبسط حقوقنا ما مفريها إنه على قولة علي شاكر: عزيزي المشاهد احنا جبل. احنا الدولة الوحيدة اللي تحملت كل هذا الظلم. هاي لو غير دولة كان انمحت من زمان. من راح النظام البائد لحد هذا اليوم ما شفنا الكهرباء مستقرة ابد، وهي ابسط حقوق الانسان في كل بلدان العالم. وهذا البلد من سيء الى يوم من الايام اصحاب الرسول سألوا الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، إذا أصابنا القحط أين نذهب؟ قال: اذهبوا إلى اليمن. قالوا: وإذا أصاب القحط اليمن؟ قال: اذهبوا إلى الشام. قالوا: إذا أصاب القحط الشام؟ قال: اذهبوا إلى العراق. قالوا: إذا أصاب القحط العراق؟ قال: إن في العراق خيرات لا تنتهي إلى يوم الدين. هذا أبسط شيء على أن العراق بلد الخير. إحنا ربك شكوا خير لزمه وشاله وذبب العراق. يوم من الأيام أصحاب الرسول سألوا الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، إذا أصابنا القحط أين نذهب؟ قال: اذهبوا إلى اليمن. قالوا: وإذا أصاب القحط اليمن؟ قال: اذهبوا إلى الشام. قالوا: إذا أصاب القحط الشام؟ قال: اذهبوا إلى العراق. قالوا: إذا أصاب القحط العراق؟ قال: إن في العراق خيرات لا تنتهي إلى يوم الدين. هذا أبسط شيء على أن العراق بلد الخير. إحنا ربك الخيرات كلها ذبها بالعراق، شاكو خير شالها وذبها بالعراق. أبسط دليل إحنا بعدنا ببطون أمهاتنا والدنيا كلها قاتل على العراق، تريد بس تاخذه من زمن السيوف والرماح لحد هذا زمن الطيارات ويقاتلون علينا. شوفوا فضل الله الدول صالحة شكد تريد بس تحتلنا، الدول تبوق بينا والسياسيين يبوقون بينا، والحمد لله خيرة العراق ما خلصانه. الله يحفظ العراق. موطني موطني الجلال والجمال والسلام.